ما تخافش علي يا رشدي. طفل صغير سيدة سايق يوم نزيف. الحمد لله ان هم لحقوه بسرعه. بكره يكبر ويتربى في حضنك انت ولبنك. انت مش شايفه شكلها ايه؟ كرأي يا رشدي انت هتشيل نفسك الهم ليه؟ الحمد لله ان هي جت لغايه كده. ماما انا ممكن اعمل لك ايه دلوقتي يا عواطف؟ جايه ليه؟ انا اسفه ان انا جايه لحضرتك بس انا متاكده انك تقدر تعمل حاجات كتير. اعمل ايه؟ مجرم واتمسك بجريمته، اقدر اعمل ايه؟ خلاص حضرتك قررت وحكمت انه مجرم؟ انا ما قررتش ولا حكمت اي حاجه. النيابه اللي حكمتها. اسالي اختك المحاميه هي تفهمك. انا ما اسالش حد، انا بسال حضرتك. ازاي تصدق ان مجرم ممكن يعمل حاجه زي دي؟ وتصديقي او عدمه ممكن يعمل ايه دلوقتي؟ يخليك تعمل حاجات كتير قوي. تصديقك ممكن يخليك تخلصه. واخلصه ازاي؟ اقول لهم خلاص انا متنازل عن مخزن اللي اتحرق والبضاعه اللي اتسرقت علشان خاطر عيون جوز بنتي؟ معرفش تعمل ايه بس حضرتك تقدر. ارجوك يا ماما. انت اتجننتي يا عواطف ولا ايه؟ يا بنتي ما تفهميها، دي جريمه ووقائع ثابته. البيه جوزك اتفق مع متولي وماضي عقد وقابض 12,000 جنيه عشان يسرق له البضاعه ويحرق المخزن. وزي اي مجرم غبي عاوز يستخبى ورا الحكايه دي. عزيز ما قالكيش ولا ايه؟ وبعدين بتدافع عن ايه؟ عن واحد مجرم سرقك وسرق اخواتك قبل ما يسرقني انا. برع ما عملش اي حاجه من دي يا بابا، انا متاكده. حكايه ال 12,000 جنيه دول انا عارفه حكايتهم، وعلى العموم حتى الفلوس دي اعتبرها نصيب اللي انت كنت ناوي تديهولي. ارجوك يا بابا ما تظلموش انت كمان. يا خساره يا خساره يا عواطف. خلاص مش قادرة تفرقي بين الصح والغلط. صح ايه بس وغلط ايه يا بابا؟ كان فين الصح والغلط ده زمان؟ انت طول عمرك بتعلمنا حاجة واحدة بس، ان الانسان ارادته فوق كل شيء. كان فين الصح والغلط ده وانا عايز ادخل كلية الطب وانت تصر ان انت تدخلني كلية العلوم؟ ما فكرتش ساعتها انا اصح بالنسبة لي؟ انا عايزة ايه؟ صح وغلط ايه؟ كان فين الصح والغلط ده وانت بتجرحني كل يوم وانت بتقولي العلم والثروة هم دول الاساس عندك، انت مش حلوة زي عبير. ده كان صح وقتها؟ تجريحي ده كان صح؟ اقول لك على حاجه يا بابا، خلي الصح والغلط ده بقى لابنك اللي جاي، بعلمه كده من البدايه الصح والغلط على اصله. انما انا الحكايه دي بقى اتاخرت قوي. على العموم معلش انا اسفه اني ازعجتك. خليكي مجنونه وغبيه زي ما انت. ده بدل ما تحسي بيا وتقفي جنبي في وقت اللزوم انت واخواتك. معلش يعني ما تقدرش تصحيه؟ ما اقدرش يا هاني، حضرتك عارفة أوامر الدكاترة. طيب هبقى ارجع له بعدين. صدقتك بس مش زعلان. معلش انا هعرف ازاي اراضيها واصالحها. اصلها لو كانت قابلتني ما كانتش هتصدق ان الوقت المناسب لسه ما جاش. لرشدي لسه قدامه حمل كبير لازم يتحمله. طب ما حكايه التوكيل دي هتزود عليه الحمل؟ لا التوكيل دلوقتي لا، التوكيل عباره عن طلقه في شنك تخوف اللي خايف فعلا، لكن هو لسه ما خافش. أرجوك يا عفة أنا مش محتاجة حد يوسيني، أنا جاية معاكي النهاردة عشان أنتي والأستاذ ديت تشوفوا لي صرفة في الموضوع ده. يا عاطف أنا وضيا مستعدين نعمل لك اللي أنتي عايزاه كله، بس كل اللي أنا بحاول أوصله لك إن أنا مش عايزاكي تسبقي الأحداث. يعني موقف برع لغاية دلوقتي بصراحة مش موقفه هيبان لما نتأكد، لأن كل الكلام اللي اتقال لحد دلوقتي مجرد اتهامات مش أكتر. طمني يا مدام عاطف. طب ما هو طبعًا لو عرفنا فعلًا إن برع بريء هنثبت ده بمنتهى السهولة. انا حاسه ان برع بريء. معلش يا عاطف يعني ما تاخذنيش، لولا الظرف اللي انت فيه ده انا كنت هسيب نفسي للاستغراب اللي انا حاساه ده. انت مش من طبعك انك انت تقتنعي باللي انت حاساه. انا ما عنديش كلام ارد بيه عليكي،
بس هو انا حاسه كده وخلاص. في حاجه جوايا كده بتقولي ان الكلام المترتب المنطقي ما ينفعش دلوقتي. انا عارفه برع كويس. عموما انا ما عنديش كلام ارد عليكي بيه، هو ده اللي عندي دلوقتي. اسمحوا لي، الكلام ده مش غريب ولا حاجه. يا مدام عواطف، المنطق والادله ما بتتناقضش مع الحس السليم. بقولك يا ضيا، خف عنها شويه عشان هي مش حملك النهارده. ها اللي بيقوله الاستاذ ضيا ده يمكن كنت اقدر انكره امبارح، بس النهارده لما بقيت جوه التجربه المساله اختلفت. احتمال يا عفت انا ما كنتش عارفه اعمل تقييم لشخصيتي صح. احتمال كنت فاكره ان انا الوحيده فيك اللي طالعه البابا. بس انت عارفه انت اتعلمتي الدرس صح، ودحنا في المصنع اهو، فرضتي ارادتك وعرفتي تتعاملي مع بابا كويس ومع السوق بنفس المنطق. خلاص يا عاطف، خلاص خلينا دلوقتي في موقف برع يا حسن. برع موقفه وحش قوي يا هشام، ربنا يعينه ويعين رشدي بيه. ده فاكس وصل من المستورد من فرنسا بيقول ان تاخير استلام البضاعه معناه اننا لازم ندفع الغرامه. كلام ايه ده؟ وهم لحقوا يعرفوا منين ان البضاعه هتتاخر؟ ازاي بس يا عزيز بيه؟ ما احنا كان لازم نبعت لهم لما البضاعه تتشحن، زائد ان انا بعت لهم انبههم بعد الحريقه يعني يسيبوا لنا وقت لغايه لما ندبر نفسنا. اتصل برشدي بيشوف الحكايه دي. ايوه بس انا شايف رشدي بيه دلوقتي في الظروف ما تسمحلوش يجي، يعني ولاده لبنى والحريقه. اتصل بيه يا هشام، رشدي لازم يعرف الحقيقه، هتلاقيه في المستشفى. الحمد لله على سلامتك يا لبنى. الله يسلمك. جبت علام، رشدي هو اللي اختار له الاسم. امال رشدي فين؟ جاله تليفون من هشام وعزيز ولسه ماشي دلوقتي. والحريق حصل فيه ايه؟ يا اختي ما تشغليش بالك بالحاجات دي، بس انت ما تعرفيش انت عملت ايه في رشدي. انا؟ امال ايه؟ ده بقالي يومين قاعد جنبك. ربنا يساعدكم. أرجوك اتصلي برشدي، عايزاه. زمانه جاي، هو قال لي هيشوفهم هم عايزين ايه ويرجع على طول. لا دلوقتي حالا، عايز اكلمه قبل اي حد ما يكلمه، ارجوكي. ها كلام ايه اللي عاوز تقولهولي يا عزيز؟ في حاجه جدت ولا ايه؟ موضوع مهم جدا يا رشدي، والا ما كنتش صممت انك لازم تيجي لحد هنا بنفسك. طب ايه هو؟ قول. هشام يقول لك. الحقيقه انا كنت عايز اتصرف في الموضوع بنفسي، لولا ان عزيز بيه اصر ان احنا لازم نبلغ سعادتك وحالي. طبعا، لان الموضوع مهم جدا يا هشام. موضوع ايه؟ ما تقوله. عاصم، ما تدخلش اي حد وما توصلش اي مكالمه. تحت امر سيادتك يا فندم. حاضر. جزائي ايه وغرام التأخير ايه اللي طالبينه منا؟ وتأخير ايه اصلا؟ اكيد الراجل ده معرفش العقل. انا قلت ابعت لهم تيلكس انبههم على الظروف اللي احنا فيها. فوجئت انا وعزيز بيه بالفاكس دوت وانهم طالبين غرام التأخير 10 مليون جنيه. بيقول 10 مليون؟ احنا علينا اي مسؤوليه او غرامه على العقد يا عزيز؟ لا طبعا. وصياغه العقد انت موافق عليها يا رشدي. وحتى لو ما كانش كده، في نظرية كلنا بنمشي عليها اللي هي نظرية الظروف القاهرة، زي الحريق وتحفظ النيابة على البضاعة، وده يخلينا مطمنين. ويخلينا ليه؟ أنا دايما محافظ على صور العقود في الخزنة دي. العقد الأصلي في البنك، ودي الصورة راجعها يا عزيز. المسألة مش محتاجة مراجعة يا رشدي، دي محسومة فعلا. وانت يا هشام كان المفروض تستنى لحد ما تعرف مصير القماش المتحافظ عليه ده ايه. ايوه، ما انا افتكرت يا رشدي بيه ان رشدي مش ده العقد اللي انت ماضي عليه. ازاي هو ده العقد؟ مش في امضتي عليه؟ ايوه، امضتك موجودة وامضة المستورد كمان. امال عايز تقول ايه؟ خد
خد اقرا الفقرة دي. العقد ده مزور. ازاي؟ تسمح لي يا رشدي بيه؟ أنا لا يمكن أمضي على فقرة تحملني مسؤولية زي دي. مش ده المهم. ده في فقرة شاذة قليل لما بتتحط في أي عقد. فقرة بتحملك المسؤولية ودفع العشرة مليون حتى في حالة الظروف في القاهرة. فعلا دي موجودة. عزيز، عايزك تعرف أصل العقد ده إيه؟ أكيد مزور. ارفع قضية واثبت ده. مزور؟ مزور إزاي يا رشدي؟ ده أنت مضيته في نفس اليوم حطيته في خزنة الشركة، وبعد كده خدته حطيته في خزنة البنك. أنا عمري ما مضيت العقد ده، أنا عارف. طب أنت صورته إمتى؟ بعد التوقيع مباشرة ولا لما خدته البنك؟ بعد التوقيع طبعًا. أنا حطيت العقد الأصلي والصورة دي في الخزنة هنا لغاية ما تاني يوم وديت العقد الأصلي في البنك. أيوة، بس التوقيع سليم يا رشدي. مزور ولازم تثبت ده. دي مؤامرة. في شخص جه هنا هو نفس الشخص اللي جالي في البيت. أنت مش هتعرف تعمل حاجة ولا إيه؟ هشوف. هشوف يا رشدي. لكن لو طلعت دي مضيتك فعلا هيبقى من الصعب اثبات ان العقد ده مزور. بعدين يا رشدي انت ما بتمضيش على اي حاجه، يعني مش ممكن حاجه تعدي عليك كده ولا كده يعني. زائد ان كلنا كنا موجودين ساعه توقيع العقد ده، اقصد العقد اللي بين سعادتك وبين المستورد يا رشدي بيه. كل الكلام ده مش مهم، المهم انك تثبت التزوير. يا اما بقى ابيع المصنع كله عشان ادفع ال 10 مليون جنيه. مفيش كلام، العقد مزور يعني مزور، والعشرة مليون تستند عليهم. بس لو تسمح لي يا رشدي بيه، انا شايف ان نسبه العشرة مليون دي في رايي يعني نسبه طبيعيه وما فيهاش اي مبالغه. يعني قصدك من ناحيه حجم الصفقه يعني؟ لا، قصدي من ناحيه حق قديم واضح ان سعادتك ناسيه. ايوه، حق مصطفى الرشيد. احسبها يا رشدي بيه، انت خدت منه ازاي ما يهمش. لما خدت منه املاك في حدود مليون جنيه، شوف بقى دول باسعار الستينات يبقوا كام دلوقتي. متهيألي دول لو اتحطوا في بنك العائد بتاعهم يبقى اكتر بكتير من 10 مليون. متهيألي كده النسبه تبقى قليله، مش كده؟ ايه اللي بتقوله ده يا هشام؟ انا بقول ان جوز بنتك لازم يقول لك الحقيقه. تقصد ايه يا هشام؟ وضح كلامك. هو في اوضح من كلامي؟ رشدي بيه راجل بتاع سوق ويعرف يحسبها كويس. وانت عرفت مصطفى ده منين؟ لا، ده نعرف كتير قوي عن تاريخك يا رشدي بيه. انت تجاوزت حدودك. انا بحذرك. بالعكس، تجاوز الحدود ده انا سبته لسيادتك من زمان قوي. انا عارف انك راجل ما بتحبش المقدمات والشرح الكتير، وما بتحبش الحاجات الصغيره، بتحب الحاجات الكبيره. انما بقى الحاجات الصغيره زي الناس واسامي الناس اللي بيحصل للناس بسببك، كل ده مش مهم بالنسبة لك. لكن بقى متهيألي جه الوقت اللي لازم تهتم فيه بالحاجات دي. أنا اسمي هشام مصطفى، ده ما بيخليكش تاخد بالك من حاجة؟ أخد بالي من إيه؟ أنت في قسيمة الجواز الرسمية اسمك هشام مصطفى المحلاوي. لا، المحلاوي ده الاسم الجديد، الاسم الموجود في الباسبور، وعملت له اعلان في الجرايد، اتخذت له كل الاجراءات الرسميه. انما مش هو الاسم الحقيقي. وعشان ما تفكرش كتير، انا اسمي هشام مصطفى الرشيد.
تحب بقى دلوقتي نتفاهم في النسبة؟ رايحة فين يا لبنى وانت بالحالة دي؟ انت تعبانة قوي. سيبيني يا وداد، لازم اشوف رشدي. انا نبهت على عاصم اول ما رشدي يخلص يتصل بينا. هيكون كل شيء انتهى خلاص. يا لبنى في ايه؟ وقعت قلبي. هو ايه اللي انتهى؟ مفيش حاجة تنتهي يا رشدي بيه. كل شيء بيفضل لحد ما يكمل. ما تخافش، هتكمل. هتكمل لما تعرف انت واقف قصاد مين ومين اللي هيكسب في الآخر. اللي عايز يكسب ما يختفيش ولا الأشباح من الماضي. اللي يكسب يحط كل عقله في اللي جاي وبس، ما يشيلش الموتى ويحارب علشانهم. دول في الآخر بيخسروا علشان هم زيك أبطال لحدوتة قديمة وغبية. حدوتة ما تهمش غير اللي زيك. كل اللي عملته ده هينتهي ببساطة، ببساطة العقد المزور. ما هي دي الحدوتة الحقيقية على رأيك، بس العقد مش مزور يا سعادة البيه. الكلام ده هيثبته الخبراء، مش كده ولا ايه يا عزيز؟ كله هيبان يا رشدي. بس بس ايه؟ هتتاخد من كلام الولد ده؟ لا 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 يا رشدي، انا بحاول افكر. وبعدين ما اعتقدش ان هشام غبي لدرجه انه يعمل ده كله ومعتمد على عقد مزور. عايز تقول ايه؟ عايز يقول لك ان العقد ده مش مزور، وان دي امضتك وانت اللي ماضيها بنفسك. انا لا يمكن امضي عقد زي ده ولاي حد، حتى ولا العبير. اتغيرت ناحيتك انت بالذات. ده انا عرضت لبنى للي مفيش ست في الدنيا تقبله، وكل ده علشانك، علشان حبي ليكي، علشان خوفي عليكي. لكن انت رميت كل ده ونسيتني واتجوزتها ونسيت ماما. ماما ايه؟ عرفتي ماما من امتى؟ انا اللي ربيتك، ده انا اللي كنت الاب والام، ده انا اللي كنت باخدك في حضني، انا اللي علمتك، انا اللي كبرتك. وانا عملت كل اللي انت علمتهولي، حافظت على حقي وما سمحتش لاي حد ياخد حاجه ملكي. ملكك؟ ايوه ملكي،
حياتنا، حياتي اللي عشتها بالطريقه اللي انت علمتها لي، كان لازم احافظ عليها واحافظ عليك كمان انت يا بابا وانقذك منها. صدقني يا بابا، صدقني انا عملت كل ده علشانك. لبنى كانت هتضرك، لبنى هي اللي كانت بتجيني في الحلم وعايزه توقعك من فوق الصخره، لكن ما تخافش انا سبقتها وغلبتها ومش هسمح لها تمثل عليك اكتر من كده، ولا هسمح لها تمثل عليك الحب. صدقني يا بابا، انا بنتك اللي بتحبك من غير اي غرض، انا بنتك، وانت بعتني بعتني عشان سبت وابن جديد. الابن ده اخوكي يا عبير، افهمي اخوكي. لا انا مش عايزه اخوات، مش عايزه اي حاجه، انا عايزاك انت بس يا بابا، عايزاك انت بس، عايزك ترجع زي زمان. فاكر يا بابا؟ فاكر زمان؟ فاكر زمان لما كنت بتسرحني وكنت بتضفر لي شعري؟ فاكر زمان لما كنت بتقعد معايا في الجنينه وكنت بتزعق لاي حد يضايقني؟ لما كنت بعيط كنت بتاخدني في حضنك وتطبطب عليا وتقولي ما تخافيش انا جنبك انا هحميكي؟ ليه يا بابا؟ ليه يا بابا اتجوزتها؟ أنا زعلتك في حاجة؟ ليه جبت لي حد ياخدك مني؟ كل ده وتقولي بكرهها؟ ده أنا كنت مستعد أقتلها بس أنت ترجع لي زي زمان. وديكي قتلتني أنا بدلها. لا لا يا بابا ما تقولش كده، أنا فداك، أنا مستعد أعمل أي حاجة في الدنيا عشانك. أنا عبير بنتك الصغيرة اللي بتحبك وتخاف عليك، لكن لبنى لا، والدليل التوكيل ده مضيتك عليه عشان تسرق كل فلوسك. توكيل ايه؟ التوكيل ده هي اللي عملته، هي اللي مضيتك عليه. هي مين وتوكيل ايه؟ ده عقد، عقد انت اللي مضيتيهولي. عقد؟ قولي التوكيل ده يا رشدي. لا يا بنتي بلاش التوكيل ده دلوقتي، خدي رايه وانت هتعرف كل حاجه بنفسك. ده كمان مضيتيهولي، ده التوكيل اللي كنت بتقولي عليه، التوكيل اللي كنت عاوزة تلوثي لبنى بيه. بابا أنا بس المصنع اللي هيروح عشان تقدر تدفع الغرامة، انت قادر برضو انك ترجعه؟ بابا المصنع هيروح؟ اسألي جدك، هو ده العقد اللي مضيتيهولي. بس اطمن يا رياض، انا لسه سليم والمصنع هيفضل. عارف ليه؟ لاني انا رشدي علام، وهعرف اقف قدامك وقدام هشام وقدام كل اللي اشتركوا في المؤامره القذره دي. ما تفرحش انا ما ضعفتش، بالعكس انا بقيت اقوى. وعارف ليه؟ علشان جاني ابني اللي هيشيل اسمي ويكمل سكتي، ومحدش في الدنيا هيقدر يخدعه ويخليه يطعن ابوه في ظهره. بالحق يا رشدي، نسيت ابارك لك على ابنك الجديد، بس يا خساره هيتربى من غير امه، لانك مش معقول يا رشدي تخليها تربيه.
رغم هتفضل مراتي طول ما انا عايش. هتفضل الانسانه الوحيده اللي ضحت علشاني وبدون مقابل. اوعى تفكر اني صدقت حكايه التوكيل بتاعتك دي. لا لا توكيل ولا غيره. انت كده بقى تبقى لسه ما عرفتش بقيه الحدوته. خليها علشانك ولا احكيها لحفيدتك. هي فعلا طلعت حفيدتك. استنى يا رشدي، افتكر كفايه اللي حصل لك لغايه دلوقتي. مفيش داعي انك تروح المستشفى تاخد لك كمان خبطتين على دماغك. لا 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 لا، مش كويس عليك يا رشدي. لا اصلك ايه؟ لا، هو الواد الخنزقور هشام ما قالكش ان لبنى تبقى بنت عمته؟ بتقول ايه؟ انت بتقول ايه يا جدي؟ امال يا بنتي؟ لبنى تبقى بنت مريم. قريبة مصطفى الرشيد وعاشت في بيته طول عمرها، اتربت هناك، قطعا فاكره وعارفه اللي انت عملته في مصطفى الرشيد. بس اطمن يا رشدي اطمن، مرعي كان راجل طيب، طيب جدا، عشان كده ابنك هيطلع طيب زي ابوه وزي امه. وهنيالك يا رشدي، هنيالك عيلتك الجديدة. يبقى موجود وانت بترد على سؤالي. سؤال؟ سؤال ايه؟ انت كنت عارفه انها هتحصل حريقه في المخزن مش كده؟ انا؟ طب وانا كنت عارف منين؟ انا مش هتناقش كتير معاكي في الحته دي، بس معقول يا سناء انت تشتركي في مؤامره زي دي مهما كان شعورك لعبير او لغيرها؟ ايه اللي بتقوله ده؟ مؤامره ايه؟ المؤامره اللي حبيتي تنقذيني منها. انا؟ انت هتقولي لي على كل حاجه، دلوقتي في بريء مرمي في السجن ملوش اي ذنب في اللي حصل واللي بيحصل. الشاي واقف كده ليه يا ابني؟ اتفضل استريح، ما تاخذناش، اصل يقين سي عبده مش موجود. انا عارف، ما هو باعتني عشان اقول حاجه لسناء في الشغل. وماله يا ابني؟ اتفضل الشاي. انا مش هرغمك تقولي حاجه، لكن انا متاكد منك. قصدك متاكد من احساسي ناحيتك واني لازم اقول لك على كل اللي انت عايزه؟ لا طبعا، مش ده اللي اقصده. انا عارف احساسك الصحيح، لكن احساسك يا سناء لكل الناس مش ليا انا وبس. اي لحظه ضيق، اي لحظه ضعف قدام الظروف، قدام الاحباط، كلنا بنمر بيها وبنحس ان الدنيا كلها هي العدو. ما بيفضلش في الانسان الا معدنه الطيب، وانت معدنك طيب. مش هيسمح لك بسجن انسان بريء عشان تصفي حسابك في ظروف انت مالكيش يد فيها. انت بتحملني اكتر من طاقتي. انا عايز اصحيكي قبل كل حاجه ما تروح وتتورطي اكتر. انا عارف ان جرحتك كتير وما يحقليش ان اطلب منك حاجه شخصيه، لكن اللي بطلبه ده يا سناء مش عشان انا، ده عشانك انت. لما تعرفش انا تعبانه قد ايه من ساعه اللي حصل ده. كنت عايزه انبه اي حد لكن ما قدرتش. حسيت ان جه الوقت اني اشوف اي حد بيتعذب زي ما انا اتعذبت طول عمري. كنت فاكره اني بالشكل ده هستريح، يبقى تبرير كفايه اني اتجوز عاصم، لكن لا، لا التبرير مقنع ولا انا استريحت. يعني هتقولي لي على كل اللي تعرفيه؟ ايوه، هقول لك على كل حاجه. انت متاكد من الكلام اللي قلته لك سناء ده؟ متاكد طبعا، ولا ما كنتش قلت لك؟ طب ما كده يبقى عاصم الواد ده اكيد في الموضوع، واكيد هشام بيديله فلوس. بس السؤال دلوقتي، هشام بيعمل كل ده ليه؟ اللي سمعته منها قلته لك عشان تقدري تتصرفي وتشوفي هتعملي ايه لبرعي. انا لازم اعرف ايه الدافع اللي بيخلي هشام يعمل ده، عشان هي دي سكه براءة برعي. مش مهم هشام دلوقتي، اللي قلتهولك وقائع ثابته تقدري تثبتي بيها براءته وخلاص.
سيف، بابا له دخل بالموضوع ده؟ أرجوك يا عفة، كفاية اللي عرفتيه. لا مش كفاية، قولي يا سيف. ما تقول لها يا ابني، تقول لها وخلصها. أقول لها إيه بس يا بابا؟ قول لها قول لي أصل الحكاية إيه. أصل الحكاية بابا واحد اسمه مصطفى رشيد. مصطفى رشيد؟ مش هيجي. لا هيجي إن شاء الله. دي مهما كانت الحريقة، ده مش سبب يخليه يقفل على نفسه باب وما يخرجش. أكيد مش الحريقة وبس. أرجوكي روحي خليكي جنبه. مش هين عليا سيبك. ما تخافيش، أنا بقيت كويسة. بس خليكي جنب رشدي دلوقتي. شوفي هي مسافة السكة، هروح اجيبه وارجع بيه على هنا. هو بس تلاقيه مشغول مع هشام وعزيز زي العادة. ما انتش عاوزة حاجة؟ بتشكر. طبعا اذنك، مع السلامة. حنينة قوي ست ولاد دي، مفيش احد منها. يلا لمي كل حاجة يا دادا، انا عايزة اروح. تروحي؟ تروحي فين؟ الدكتورة قالت مفيش خروج من هنا خالص. ما يهمنيش كلام الدكتورة، أنا لازم أروح دلوقتي. ليه؟ صعبانة عليكي؟ عايزة تروحي تقفي جنبه؟ أنا هروح بيتي، مش هروح عند رشدي. خلاص ما بقاش ليا مكان هناك. هشام يا رب أنا عمري ما استريحت للبني آدم ده، أدي اللي خدناه من دلع ست عبير. عبير إيه بس يا عاطف دلوقتي؟ احنا في برع اللي محبوس في السجن، وفي بابا اللي محبوس في اوضته لغايه دلوقتي، مش عارفين هيطلع ازاي ولا هيجرى له ايه. افتح يا رشدي، افتح يا اخويا وكلمني. في ده كل حاجه، حرام عليك كده. عمتي تعالي استريحي شويه. استريحي ازاي؟ ده ما كانش من امبارح، حتى سالي ام الخير. ما انا عارفه، تعالي بس انت ارتاحي دلوقتي وهنشوف طريقه ان شاء الله نكسر بيها الباب. بس انت اقعدي دلوقتي. استريح ازاي؟ هو حد فينا هيستريح بعد كده؟ يا عمتي انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان امنع الكارثه دي باي شكل. الكارثه؟ ما الكارثه حصلت وخلاص. هو كل اللي بيحصل دلوقتي غير ان المستور بيبان، وديك عرفت كل اللي حصل. يا عمتي اللي حصل زمان ده كان مجرد منافسه بين بابا واللي اسمه مصطفى الرشيد، مش اكتر ومش اقل. اسكتي يا عواطف واتعظي. ادي جوزك اللي ملوش دعوه باي حاجه مرمي في السجن من جراير الماضي اللي بتسميه منافسه. برع هيخرج من السجن لما بابا يتنازل عن قضيه الحريق. ما هو انت لو ما قلتش الحقيقه يبقى مش هتشوفها قبل 15 سنة. اسمع يا أستاذ، لو أنت ما تعرفنيش أعرفك بنفسي. أنا متولي المعداوي، ده أنا ياما قرشت تحت درس كتير. سيبك من الكلام اللي بيخوفوا بيه العيال ده. أصلاً أنا ما بخافش. أنا ما بخوفكش، أنا بقول لك الحقيقة اللي ممكن تحصل فعلاً. حقيقتي أنا راجل أجرت المخزن وسلمت لواحد مسؤول عنه، يبقى أنا يا حبيبي دخلي إيه؟ لا، دخلك كبير قوي. وحكاية المسؤول دي ما هياش مطلقة، والعقد اللي بينك وبين برعي بيقول إن عمله عندك بعد سنة. ما أنا عارف، بس أنا سلمت الشغل بقى قبل السنة دي. لا، الكلام ده كان لازم له ورق يثبته. لما الأمر يتعرض على المحكمة يطلع منها برعي وأنت اللي هتتدبس فيها. إزاي بس؟ ده هو قايل لي بنفسه إن هو مين؟ هشام؟ هشام دخله إيه ده كله؟ ليه؟ هو انت لسه ما عرفتش ان هشام قال قدام النيابه ان صلته انقطعت من المخزن من ساعه ما اجرهولك؟ انا كنت ماشي، هو اللي صمم ان انا اقعد. كانوا هيجيبوك، كنت هتروح فين يعني؟ اسمع يا استاذ، انا ما عنديش كلام اكتر من اللي انا قلته قدام النيابه. اهو انت كده بتضر نفسك لو فضلت في الموقف ده، وكده انت بتعمل في حمايه هشام وانت الوحيد اللي هتقع فيها. لكن لو قلت الحقيقه انا هوقف معاك. ايوه بس عايزني اروح اقول له ايه؟ عايزك تقول اللي حصل. واطلع طرطور؟ يعني واد زي هشام يلعب بيا؟ خلاص على كيفك، مش عايز تطلع طرطور وتطلع ب 15 سنة، براحتك. استنى بس يا أستاذ، هنتفاهم. نتفاهم؟ أيوه بس مش قبل ما أتأكد إن عفة هتعوضني ولا لأ؟ وهتقبل الشروط كلها دي ولا لأ؟ وإيه الضمان كمان لده كله؟ الله، دي حكاية مش قليلة يا أستاذ. متولي المعداوي هيطلع طرطور. طبعًا هيطلع طرطور. المهم اتفاهمت معاه؟ ايوه يا ستي، وانت عارفه اني مش مقتنع بحكايه التعويض دي رشوه رسمي. بص يا ضيا، مش وقته الكلام ده. الحقيقه لازم تبانه باي ثمن، ووفر محاضراتك دي بعدين مش دلوقتي. لا دلوقتي. أوه. انا معترفه ومعاك، بس هو كان في طريقه تانية نفك بيها لسان متولي وانا ما عملتهاش.
وبعدين انت مقتنع لانك انت نفسك عرضت عليه التعويض. لا انا مش مقتنع ولا عمري هقتنع باي اسلوب ملتوي. امال قلت له ليه؟ عشانك طبعا ما رضيتش اعمل اللي انا مقتنع بيه، وانا عارف الازمه اللي بتمر بيها، جيت على نفسي وعملت اللي انت عايزاه. قد كده بتعزني يا ضيف؟ ما هو مش وقت الكلام ده. على رايك، خلينا احنا دلوقتي في قضيتنا. دلوقتي لو قدرنا نعرف من سرايا انها شافت اي شيء مش طبيعي بين هشام وعاصم، يعني بيديله فلوس مثلا، بيكلم معاه في موضوع، حاجه بالشكل ده. والله لو كانت شافت حاجه بالشكل ده مع اللي قالته سناء للسيف عن الفلوس الكتيره اللي مع عاصم، ممكن نثبت حاجه. فهمت بقى انا كان قصدي ايه؟ ولا كنت عايز نرفض سرايا؟ مش هتتغيري ابدا يا عفت. لا لا لا، ولا تزعل ولا حاجه، ليك عليا بس اخلص من المصايب دي كلها وبعدها اتغير لك على طول. المهم دلوقتي الاقي طريقه اخلي سرايا تتكلم بيها. طريقه ايه؟ انت تواجهيها وبس وانا جاي معاكي. لا لا لا، تيجي معايا فين؟ خليك انت في موقف برعي ده. سيب سرايا عليا انا وسلموني، احنا هنعرف نتفاهم معاها. هتركب طياره بكره الفجر الساعه 5. بس سعاده البيئه. بس ايه؟ احنا مش قلنا تتجوز وتسافر؟ جديده دي المعلومه دي؟ يا سعاده البيئه، انا لحد دلوقتي لسه ما تممتش الجواز. تممه بره يا اخي. ازاي بس يا سعاده البيئه؟ ما سيادتك عارف ابو سناء. ابو سناء، ابو سناء، تممه باي شكل، اعمل اي حاجه، المهم تبقى بكره على الطياره. طب ليه بس يا سعاده البيئه؟ ما الحكايه ماشيه حلو وعالي العال، ومحدش يقدر يقول لي تلت التلاته كام؟ اسمع الكلام. انت هتبقى اهم واحد بالنسبه لي. وانا بديك فرصه تنفي بجلدك، ولاحظ انا ما عملتش ده مع حد تاني. تعيش يا سعاده البيه، ما هو مفيش حد تاني قدر يعمل اللي انا عملته. لا، غيرك عمل اكتر وكتير، متولي ومنصور. طب سيادتك ليه ما حاولتش تنقذهم؟ مش معنى انا عشان انت مالكش دعوه بالماضي، انت خدمتني انا، لكن متولي ومنصور كانوا ايد رشدي اللي هدمت ابويا. يا سعاده البيه، بس انا عايز اعرف سفري هيفيد بايه؟ هيفيدك انت يا عاصم، لانك هتبقى اهم واحد في حكايه العقد. يا شابي، انا عمري ما هنطق بحاجه تضر سعادتك. يا سلام. وحتى لو نطقت يا عاصم وقلت كل اللي عندك، وقلت انك خدت العقد من الخزنه، هتقول حطيت بداله ايه؟ صحيح انا حطيت بداله ورق فاضي مفيش اي حاجه، لكن ازاي رشدي بيه لقى العقد اللي فيه الغرامه في خزنته؟ مالكش دعوه. ولا انت كنت متصور ان انا ممكن اديك ورق زي ده في ايديك؟ لما انا قلت برضه ان سعادتك اللي حطيته في الخزنه. مش مشكلتك، مشكلتك انك تسافر وبس. ما انا برضه يا سعاده البيه لو سافرت هرجع تاني. بعد اقل من اسبوع هتلاقيني عندك وتشتغل معايا في شركتي بره. خلاص يا هشام بيه، اسافر وده عشان خاطر سعادتك بس. لا، وعشان خاطر سعادتك انت كمان. انا زي ما قلت لك من شويه يا عاصم، محدش يقدر يثبت عليا اي حاجه. يقدروا يثبتوا ان في صله بيني وبينك، يقدروا يثبتوا انك خدت مني فلوس، وكمان يقدروا يعرفوا انك خدت العقد من الخزنه وحطيت بداله ورق فاضي. لكن كل ده وطول ما في صوره من العقد دوت بتاع الغرامه مع المستورد، ما يضرنيش في حاجه. فهمت؟ تمام يا سعاده البيه. يبقى تسافر وبكره الفجر قبل ما حد يحفر ويجيب قرارك يا عصومه. الله، تعالي. كلام ايه ده يا استاذه؟ طب اعدم عينيا الجوز لو عملت حاجه من اللي بتقولي عليه ده. انا مش كده. بقول لك ايه، انا مش جايباك هتسهر معاكي هنا. احنا عارفين انك جاسوسه. سلموني شافك عند عاصم، والسكرتيره سامعاكي بتقولي اخبار متولي قبل ما تحصل. احنا كلنا عارفين الكلام ده ومن زمان، بس سايبينك لوقت عوزك. مش كده يا سلموني؟ ايوه يا استاذ، تمام، جاسوسه. ايه ده، انزغت في قلبك؟ جرايا استهام، حاسبي على كلامك. امال انا عندي كرامه؟ ولا يعني علشان مانيش هانم تجيبي وتحط عليا؟ انا ورايا كم لحم، ده حتى حرام. مرمت عليك عيشتك، هتنطقي ولا لا؟ انطق بايه يا اختي وهو بالخاص؟ لو عندك حاجه وديني التوم نار. لا، خلي الطلب رخيص يا سرايا، روح شوف سمير على الكتابه. هو امرك يا استاذه، اعترفي، اعترفي لمصلحتك.
عايزه تروحي تقولي ماشي يا سوره. يا استاذه طيب افهم يا استاذه، انا ما عملتش كده. ها يا سميره، لقيت ال 2000 جنيه اللي كانوا ضايعين من كذا؟ لقيتهم يا فندم. لقيتيهم فين يا سميره؟ مكتب سرايا. ايه؟ لقيتيهم فين يا اختي؟ ال 2000 جنيه دي كمان؟ لا ده انا اروح فيكم بداهيه. يلا يا سميره اتصلي بالبوليس. يا لهوي. ايه خايفه من ايه؟ حواليك التهمه اللي انت عايزاها ما تخافيش. عارفه هتاخدي كام سنه سجن؟ انا ما عملتش حاجه. ازاي بقى؟ ادي الشهود وادي جسم الجريمه. اتصلي بس بالبوليس بسرعه شويه. الله استني عندك. انت ايه؟ جرايه يا استاذه. الله. هو يعني اعترف باللي انت عايزاه؟ يا اما تتبلي عليا. مش قلت لك ذكيه يا سلامون؟ لو عارفه مصلحتها كويس قوي يا استاذه. اه يلا يا شرايح خلصينا بقى. هتقولي انك شفتي عاصم وهشام وتاخدي لك حاجه من ال 2000 جنيه وتمشي حالك ولا لا؟ جرايه يا استاذه. فاكراني بعيد يعني ماديا واجري ورا الفلوس؟ ده انا اقول لك لاجل العيش والملح. لاجل العيش والملح، لاجل الفلوس مش مهم. المهم هتقولي ولا لا؟ يعني عايزني اقول لك ايه بقى بالظبط يا عاصم؟ عايزك تقولي انك موافقه ان احنا نتجوز بعد ما نسافر. بس بابا مش هيوافق. خلاص نبعت دلوقتي حالا نجيب المأذون. ايه الحكايه يا عاصم؟ ايه لزوم السرعه دي كلها؟ وايه لزوم السفر من اصلا؟ الا جرايه سناء، ما انت عارفه كل حاجه وعارفه انا لازم اسافر ليه. ولما تسافر اخرتها هتبقى ايه؟ اخرتها هتبقى فل. هشتغل مع هشام بره وانا وانت هنطلع لوش الدنيا. اطلع لوحدك بقى يا عاصم. يعني ايه الكلام ده يا سناء؟ يعني يوم ما احب اطلع على وش الدنيا ما يبقاش على حساب خراب بيوت الناس يا عاصم. الا ومن امتى بقى العقل ده كله؟ من يوم ما قلت لي على كل حاجه. مش صحيح، لانك وافقت ان احنا نكتب بعد ما عرفت كل حاجه. كانت سرقاني السكينه، ما كنتش عارفه انا بعمل ايه. الله 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 يا حبيبتي. ودلوقتي بقى مين اللي سرقك؟ سيف مش كده؟ احترم نفسك يا عاصم. لا بقول لك ايه يا سناء، ما مش انا اللي انضرب واسكت، فاهمه؟ ولو فكرت يوم من الايام انك تلعبي بيا هيبقى اخر يوم ليكي، فاهمه؟ اعمل اللي انت عايزه. سناء انت قلتي لحد حاجه على اللي انا قلته لك؟ هقول ايه يعني؟ انك بدلت حقت ولا حرقت؟ كل اللي قلته لي ده ما فيش اي اثبات عليه. يبقى قلتي، وطبعا قلتي لحبيب القلب مش كده ولا ايه؟ افهم بقى اللي تفهمه. طيب يا سناء، بس اوعي تفتكري انك هتفلتي مني. انا هسافر اه، بس لازم هطولك. خساره خساره اني حبيتك فعلا، مع انك ما تستاهليش، ما تستاهليش غير واحد زي سيف يبص لك من فوق ويرفض يطلعك معاه. اتهني بيه. استنى يا عصام استنى، انا مستعده اتجوزك بس تستنى وتقول على كل حاجه. واتسجن؟ طبعا هو ده اللي انت عايزاه مش كده؟ حتى لو ده حصل ساعتها ممكن نبدا من جديد، نبدا نضعف. ما كانش ينعز، انا كان فعلا ممكن اعمل كده لو كنت انت صادقه معايا، لو حسيت لحظه واحده بس ان كنت عايزاني. ما عطلكيش، خليك انت هنا، بس خليكي فاكره سناء لان عمري ما هنساكي ابدا، ومهما طال الزمن هرجع يوم وساعتها هتقدمي كشف حساب عسير بكل اللي عملتيه معايا. خليكي فاكره يا سناء. يعني شفتيه في النادي وهو بيديله ورق ازرق؟ زي ما انا شايفاكي دلوقتي كان بيديله ورق ازرق. بس لو عايزاني اقول حاجه تانية انا تحت امر. انا عايزاكي تقولي اللي شفتيه. ورق ازرق. ورق ازرق. طيب ما شفتيهوش بقى بيديله فلوس مثلا؟ لا اكدب ما شفتش، بس لو عايزاني اقول اي حاجة. انا عايزاكي تقولي اللي شفتيه. شيء غريب جدا. ورق ازرق. خلاص كده كفايه، لو قلتيه هيفيدنا على العموم. ما احنا بالشكل ده نقدر نثبت عدم صحه العقد اللي فيه الغرامه والمصنع يفضل. المصنع يا ريت يضيع. انت بتقولي ايه يا عمتي؟ بقول يا ريت المصنع يضيع ويضيع معايا اللي فات ونرجع زي زمان ويرجع لينا ابوك. يا عمتي ما احنا بنعمل كل ده عشان بابا يرجع. ما تخافوش، بابا هيقدر يعمل كل حاجه. اتكتمي اتكتمي، مش طايق اسمع صوتك. لسه ليكي عين كمان تتكلمي بعد اللي عملتيه ببابا. بابا ايه؟ بابا قاعد في اوضه المكتب ما بيشوفش غير سليمان الغفير. برضه بابا هيقدر يتصرف. وديتينا كلنا في داهيه. بس يا عواطف، عبير مش غلطانه. افتكري انت عملتي ايه في جوزك؟ وصلتيه لحد فين وانت ما تلومياش؟ انا برضه اللي عملت كده برع يا عمتي ولا هشام جوزها؟ ويعني هو برع اشتغل مع هشام ليه؟ مش عشان حضرتك عايزاه يبقى مدير؟ اخذ الفلوس من المدعوق اللي اسمه متولي ليه؟ مش عشان معايرتك ليه كل شويه كنت عايزاه يتغير؟ اهو اتغير ودخل السجن. ما تلوميش عبير لانها مش غلطانه، انت كمان غلطانه.
وعفت غلطانه. الله الله الله، ايه اللي عفت؟ عفت كل حاجه هتخش منها في الوسط. ايه اللي عفت؟ وانا كنت عملت ايه يعني يا عمتي؟ قولي ما عملتيش ايه؟ واحده ضيعت ابوها عشان تنفذ اللي هي عايزاه، والتانيه ضيعت جوزها عشان برضه تنفذ اللي هي عايزاه، وانت اخذت المصنع عشان ايه؟ تفرقي ايه عنهم؟ لا معلش يا عمتي، انا ما كانش قصدي اضر حد. ما هو محدش فيكم كان قصده يضر حد. رشدي علام نفسه ما كانش قصده يضر حد. ايه اللي ما حد فيكم راح يشوف لبنى؟ مش عشانها، عشان ابنها اللي هو اخوه. هي كمان ما كانش قصدها تضر حد. ما دام كل واحد فيكم باصص لمصلحته واللي عايزه بيعمل اللي بيخطر على باله، ولما يجي وقت الحساب يقول انا ما كانش قصدي اضر حد. بس بيبقى خلاص الوقت اتاخر. ودي مصيبتكم يا ولاد علام. ده اكيد ضايق. الو. ايوه ضيا. ايوه. ها عملت ايه؟ كويس. لا بس كان يا ريت. ها خلاص خلاص كده مش هتفرق. مش هتفرق خلاص. طيب اوكي ماشي، هشوفك بكره في المكتب بسرعه. مع السلامه. النيابه هتسترجع يا عاصم بكره الصبح ان شاء الله، والحقيقه اكيد هتبان. وعاصم ده ما ينكرش. هو ممكن في الاول، اصل نوعيه عاصم دي اصلها جبانه، يعني شويه ضغط ممكن يخلوها يعترف. وبعدين سرايا موجوده وسناء موجوده كمان، وممكن تعترف وتشهد على كل اللي قاله. بس المهم انه يقف قدام النيابه قبل ما ياخد باله من اللي احنا بنفكر فيه. يا استاذ رحت سالت عليه في البيت، قالوا لي انه سافر فرنسا. رحت اتاكدت من المطار لقيته فعلا سافر امبارح الفجر الساعه 5. يعني لو كنا قدمنا يوم واحد بس كان زمانه دلوقتي. معلش هنلاقي سكه تانية نثبت بيها تورط هشام. سكه تانية ايه بس؟ مفيش دلوقتي غير ان هشام هو بنفسه يعترف انه بدل العقد وان الحكايه كلها تخطيطه. او يا استاذه الراجل مستورد الصفقه يعترف انه اشترك في التخطيط ده. وده او ده مش هيحصل ولا في الاحلام. وحتى شهادة سناء على عاصم ما تكفيش للأسف. يعني العشرة مليون لازم يدفعوا، وبابا هيضطر يبيع المصنع، وهشام يفلت بعملته، والله أعلم ناوي على إيه كمان. هشام هو اللي خلاهم يعملوا كده. هشام؟ هو ليه عين يجي هنا تاني؟ هو فين؟ طلع عند ست عبير. اروح انده سي رشدي بيه؟ رشدي؟ رشدي بقى في عالم تاني، لا هو دريان ولا حاسس باللي بيحصل حواليه. انت؟ ايه اللي جابك هنا؟ كنت فاكره اني مش هاجي تاني، مش كده؟ اوعى تفتكر ان انا كنت بفكر فيك. لا طبعا. انت عمرك ما فكرت في حد في الدنيا دي غير في نفسك وبس. لا في بابا وفي اللي عملته فيه. مش صحيح، انت اللي عملتي كل حاجه بسببك. برضه مش صحيح، انت كنت عايزه كده. انا ما انكرش ان انا كمان كنت عايز كده، ومش وحش ان مصالحنا اتفقت. ايه اللي بتقوله ده يا هشام؟ ده انا امنت لك. عبير، عبير، انت عمرك ما امنت لحد برضه الا عبير. مع اني ما تستغربيش حبيتك، او على الاقل على الاقل مرت بيا لحظات حسيت فيها اني بحبك فعلا. انت جاي تقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ مش كفايه اللي عملته؟ لا احنا مش متجوزين ولا ايه؟ اللي حصل بيني وبين بابا حاجة، وحياتنا مع بعض حاجة تانية. حياتنا مع بعض؟ من امتى كان لينا حياة مع بعض؟ أنا بكرهك. أنا عارف، بس اللي عملته ده كان لمصلحتك أنت كمان. على الأقل فتح عينيك على أبوك وحقيقته، ويخلصك من أحلامك اللي معيشاك في رعب طول عمرك عليه.
طلعوا من فين؟ الصخرة. أيوه عارف، عارف كل حاجة حتى أحلامك، بس للأسف أنت اللي مش عارفة أبوكي. أبوكي عمره ما كان ضحية. أبويا أنا مصطفى الرشيد هو اللي كان الضحية، والمجرم كان رشدي بيه علام. أبوكي، أبوكي هو اللي قتل أبويا. لا أنت كداب، أنا حكيت لك حلم. أيوه أنا حكيهولك. ما كانش حلم يا عبير. أيوه ما كانش حلم، كانت حقيقة بس أنت ما تعرفيش. أيوه كانت حقيقة. الصخرة انت شفتيها بنفسك. ابوكي كان هناك، ابويا انا هو اللي وقع وغرق. لو لقى ابوكي عرف يدبر اموره كان زمانه تعدم او في السجن. ايوه هي دي الحقيقه. لا انت كذاب، انت كذب، انت ما كانش حقيقه، ده كان حلم. بالنسبة لك يمكن، لكن بالنسبة لنا كانت حقيقة. حقيقة ضيعت أبويا وضيعت كل اللي بيملكه بعد ما سرقوا رشدي بيه. سرق بيته، سرق مصنعه، وفي الآخر سرق حياته. بابا، بابا لا يمكن يكون عمل كده. أنت بتكرهه عشان كده خلتني انا بنفسي اللي خسروا كل حاجه، خلتني انا المجرمه في حقه. انا مش عايزه اسمع منك اي حاجه تانيه، مش عايزه اسمع منك اي حاجه تانيه. لا هتسمعيني، وحسبت لك ان كل كلمه قلتها هي الحقيقه. تعالي معايا. لا لا تعالي معايا، انا الاوان اللي تخرجي فيه من نفسك وتشوفي الدنيا على حقيقتها. انا الاوان يا عبير اللي تفرقي فيه بين الحلم والحقيقه. تعالي معايا. تعالي. لا استنى. تعالي ما تخافيش، ما تخافيش. هنا في البيت ده، البيت اللي عشت فيه طول عمرك وما انتش عارفه انه حاجه من الحاجات اللي سرقها رشدي. تعالي يا عبير، تعالي تعالي. وادي الاثبات، حمام السباحه ده، حمام السباحه ده مكان من اماكن طفولتي اللي عشتها هنا، زي البيت، زي الجنينه. ابوكي حب الماضي ينتهي وما يبقالوش مكان. غير كتير في البيت، طرد الشغالين والسفرجيه اللي عاشوا فيه واشتغلوا مع مصطفى الرشيد، وردم حمام السباحه، ردمه وهو متصور انه بيردم الماضي كله، وان الماضي انتهى وانه انتصر. لسه عايزه اثبات اذا كان حلم ولا حقيقه. لا انا مش عايزه منك اي حاجه، انا عايزاك تطلعني وتسيبني. لا مش بالسهل كده، المصنع هيضيع. ايوه انما لسه البيت ده، عايزاني اسيبك يبقى تخلي ابوك يرجع كل اللي سرقه. أنا مستعدة تنزلك على العزبة دي بدل البيت، بس أرجوك تسيبني. لا يا عبير، دي كانت نفس فكرة جدك رياض بيه. لما عرف اللي هيحصل فكر كده بالظبط، قال يديك العزبة عشان الوقت ده. كان فاكرني واحد منكم جاي عايز أسرق. لا يا عبير، حتى لو كرهتيني أنا مش زي أبوكي، مش جاي أسرق حق حد، أنا جاي أرجع حقي وبس. جدي، جدي كان عارفك؟ عشان كده اداني العزبة؟ أنا كنت خايف عليكي وعايز أحميكي. روح أنت دلوقتي يا غبي. طب ليه ما قلتليش عليه من الأول؟ ليه سبتني أتجوزه؟ ليه حتى ما قلتش لبابا؟ أنا ما شكتش لحظة واحدة إن أبوكي ما هوش عارفه. أنا افتكرت إنه عاوز يجوزهولك عشان يكفر على اللي عمله زمان في أبوه. يعني إيه؟ قصدك إيه؟ قصدك إن بابا عمل اللي بيقول عليه هشام؟ قصدك إيه؟ إنه مش حلو؟ حقيقة؟ فين يا بنتي الحلم اللي ما هوش حقيقه؟ انا لما اديتك العزبه دي يا بنتي كان نوع من الحرص، الحرص عليكي. قلت لو ما مشيتش الامور ما بين هشام ورشدي، او واحد منهم انتصر، او جه وقت الحساب ما تتاخديش انت في الرجلين. قلت يبقى معاكي حاجه ممكن تساومي عليها هشام. يعني كنت عارف ان هشام هو اللي هينتصر
وهو اللي هيساومني. يا بنت انا كنت خايف عليك، وعارف ان بتحبي ابوك قد ايه للاسف، وعارف كمان انك لو عرفتي ده كله هتبقى مشكله بالنسبه لك. حبيت اخلي في ايدك حاجه ممكن يطمع فيها هشام ويرضى بيها بدل ما يصرحك بالحقيقه. يعني هي الحقيقه فعلا، وكلكم كنتوا عارفينها وعايشين حياتكم مستريحين، وانا اللي ما كنتش عارفاها كنت عايشه في رعب منها، بس بشكل حلم فظيع، حلم فضلت طول عمري اهرب منه بالصحيان، ودلوقتي يا ريتني ما صحيت. يا عبير يا حبيبتي، انا مش عايزك تتعذبي علشان حاجه مالكيش يد فيها، حاجه ابوكي هو اللي ارتكبها. مهما قلت عليه ومهما اثبته، لا يمكن بابا يكون عمل كده ابدا، وحتى لو عمل اكيد في سبب، والسبب ده انا هعرفه وهو اللي هيقوله لي بنفسه. يا بنتي كفايه كده، ده مش وقته. لا وقته يا عمتي، لازم اشوف بابا، لازم اسمعه والا هتجنن. طب استنى عليه شويه بس لحد ما. لا انا لازم اعرف السبب دلوقتي. يا بنتي سبب ايه انت كمان؟ وده يا عبير وقت تقليب مواجع، ما كفايه يا بنتي واجهته فيكي. ما تظلمنيش يا عمتي، انت عارفه السبب، لمنا هي اللي كانت هتاخد بابا منا. يا ريت اخدته منا ولا حصلش اللي حصل. هو حد عرف ايه اللي جراله جوه؟ لا برضه لازم اعرف السبب دلوقتي. بابا افتح لي الباب يا بابا، بابا كلمني. طمني يا دكتوره، ما اخبيش عليكي الحاله خطيره، بس احنا هنعمل كل اللي في ايدينا. كلمت يا متولي؟ كلمت يا استاذه وقلت على كل حاجه، انا بقى قمت بنصيبي، فاضل بقى نصيبك انت. اتكلم يا ضيف. الله الله الله، وبعدين يا استاذه انت مش مصدقاني ولا ايه؟ ايوه، قال على صلته بهشام ووضح موقف براعي. وقرار وكيل النيابه ايه بقى؟ استدعى هشام للشهاده، وان شاء الله تسقط كل التهم عن براعي، وتولي بيه قرب كل حاجه. حلو قوي جميل، ما تخافش بقى، التعويض اللي اتفقنا عليه ماشي زي ما هو. لا اطمني يا استاذه، انا مأمن لك. ما هو لو ما وصلش انت عارفاني خفيف قوي، ساعتها بقى هرجع في كلامي واقول انتوا ضغطتوا عليا، بس بقى مش ده اللي انا خايف منه. امال ايه اللي انت خايف منه؟ خايف لا ما توافقيش على اللي انا عايزه. اللي هو؟ شوف يا استاذه، الدنيا علمتني كتير، وانا اتعلمت على ايد السيد الوالد كتير قوي. هو علمني ان الفلوس مش كل حاجه. امال عايز ايه بقى؟ ترجعي لي جزء من نصيبي من المصنع اللي السيد الوالد استولى عليه وكتبه باسمك، ولاحظ ان انا بقول جزء بس، ما هدي برضو انا اتعلمتها منه، اني اطمع كتير اخسر كتير. قلت ايه يا استاذه؟ قلت لا، التعويض اللي اتفقنا عليه هتاخده، لكن حكايه المصنع ده ملك ومش هفرط فيه ابدا. كده بقى انا هرجع في كلامي. شوف بقى، انت ما اتكلمتش اصلك الا لما عرفت ان هشام هو اللي ورطك، وان منصور كان ممكن يشهد عليك، يعني ضايع، فالتعويض ده احسن من غيره ولا ايه؟ وما تنساش كمان ان هشام هو اللي جايبك هنا مش بابا. انا مش هقول لك لا يا استاذه، ما هو في البدايه كان رشدي بيه ودلوقتي انت. على العموم انا مش طالب كتير، وانا هسيب الحكايه دي لتقديرك. لو ان انا عارف تقديرك هيكون ايه، حكم انت والراجل الكبير رشدي بيه صوره واحده ونسخه واحده بالكربون. ما يلا يا ابني خدنا على السجن احسن من المكان ده. يلا يلا. طب وهشام؟ ما انا قلت لك استدعوه للشهاده تاني، عفت مش عايزه تدي له جزء من المصنع ليه؟ بس انت اللي بتقول كده يا ضيا. انا لو اقول بصحيح انا عايز المصنع يرجع له كله. طب سيبنا من السيره دي دلوقتي وخلينا في هشام احسن. الاستاذ مهد لبيب؟ ايوه. الباسبور والتذكره. ميرسي. عايزين الاستاذ هشام. هو سافر الصبح يا فندم. سافر فين؟ هو ما بيقولش. خير؟ في ايه يا فندم؟ ايه؟ يسافر ويسيبنا بالشكل ده حتى من غير ما يقول لنا؟ ويقول لي هشام بالنسبه له المهمه خلصت خلاص، خد اللي هو عايزه، بعد كده ما يهمنيش. ولا يهمك، بكره لما رشدي بيه يرجع لك البيت تعيشي فيه معززه مكرمه وتربي ابنك فيه. أنا أربي ابني حتى لو
ربنا اداني العمر. ربي ازاي؟ ربي ازاي يا دادا؟ ادفي في حضني ازاي وانا حاسه ببرد الدنيا كله؟ اديله الضحكه ازاي وانا قلبي مات؟ من يوم ما خليت الانتقام هو الشعور الوحيد اللي في حياتي. أني قيم وأني أخلاق أقدر أديها له؟ ربي إزاي؟ زي ما ربيت هشام أعمل منه مسخ تاني كاره للدنيا ولنفسه؟ مقدرش أظلم حد تاني، مقدرش. يعني إيه بقى معناته الكلام ده؟ معناه إن المظلوم هو الوحيد اللي لازم يحس بأسوة الظلم وما يظلمش حد تاني. بس للأسف عرفت ده دلوقتي بس. ولا يهمك، اتربى في عزك وفي عز رشدي بيه. لا، رشدي وأنا كمان لا. اللي لازم يربي الأطفال لازم يكون بيعرف الحب، الحب اللي يكبر، اللي يعلي، اللي يسامح ويغفر، يعاقب بس ما يدمرش، ما يظلمش. أنا عارفة مين اللي ممكن يربي ابن، هي وداد. أيوه لازم ألحق الدهولة قبل ما أموت. تموتي إيه بعد الشر؟ أنت رايحة فين؟ رايحة أخد ابني، عايزة ألحقه أوديه لوداد قبل ما يحصل لي حاجة ويضيع الولد. أنت اتجننتي؟ عاوزة ترمي ضلعكي؟ سيبيني، عايزة أنقذه. لا، أنا هروح أنادي الدكتورة. تزهقيش أول مني كده وردي عليا كده. خلاص برعي؟ خلاص ان شاء الله يا عاطف، بكره الصبح هيفرجوا عنه. بكره الصبح يعني ايه؟ يعني بكره الصبح هيفرجوا عنه، بلاش ملل. خلاص انا فهمتك. مش ممكن. ايه يا عبير قاعده كده ليه؟ مستنيه بابا، مش عاوز يفتح. معلش سيبي بابا دلوقتي، انت عارفه. لا هستناه، لازم اكلمه. يا بنتي بابا ما بيكلمش حد. تصوري يا عاطف، حتى انا. طب معلش تعالي معانا. لا انا هفضل هنا، ما حدش له دعوه بيا. وانا في ايدي ايه اعمله يا وداد يا اختي؟ في ايدك كتير يا عامر. يمكن لما يشوفك يحس ان الدنيا ما انتهتش، يعرف ان الخير موجود، يمكن يرجع من تاني. وانا اللي عايزين ارجع رشدي من تاني. انا يا وداد. انت اخونا الكبير، والكبير مش كبير في السن والمقام وبس، الكبير هو اللي يغفر. روح لي يا عامر، روح له. ما تخليش الماضي يسيطر علينا ويضيع مننا اللي جاي. Thank you.
ربنا. بس ما اقدرش، لازم انقذك مني ومن رشدي ومن كل الدنيا. لبنى بتعملي ايه هنا يا مدام لبنى؟ عايزه ابني في خطوه، سيبوني. مش بالشكل ده، انت كده بتضريه. اصبري يوم او يومين وهيكون في اوضتك. لا انا عايزاه دلوقتي. انتوا ليه بتبعدوني عنه؟ انا عارفه ان انا ام ما استاهلوش، بس حرام عليكم. سيبوا لي ابني، سيبوا في حضني. مدام لبنى انت فاهمه كل حاجه. لو حالتك الصحيه تسمح بالرضاعه انا كنت جبتهولك كل يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده لازم له هنا يوم. يلا يا مدام لبنى على اوضتك وما تخافيش عليه. يلا. انا عايزه ودان، انا هروح اجيبها لك بنفسي. لا انت لا، انت لا. حاضر تعالي معايا دلوقتي وبعدين هنتكلم. حاضر ودان. حاضر اتفضلي. اتفضلي يا مدام لبنى. زي سيد الوالد. يو انسى الكلام ده بقى يا بورا، انسى خالص. لا انا مش هنساه، وانت كمان ما تنسيش. مش فاهم قصدك ايه. وبعدين يا جماعه هنفضل نتكلم من هو. يلا روح. يلا الاول. يلا بعد اذنك يا امي، لازم اكمل كلامي مع عاطف قبل ما نروح، ولازم تسمعني. ما انتش عارفه بقى مين اللي جابني هنا عاطف. معلش هو هرب، بس ان شاء الله هياخد جزاء. اللي هو مين؟ مش قصدك هشام؟ لا انا مش قصدي هشام، قصدي الفاعل الحقيقي. قصدك متولي؟ ولا يهمك، بكره ياخد جزاب. ولا متولي، ما انا عارفك ممكن تلف الدنيا كلها وممكن تطلعي هتلر هو نفسه اللي جابني هنا، انما مش ممكن تطلعي نفسك. انا برعي؟ ايوه انت يا عواطف، ولازم تعرفي كده اذا كنا هنكمل مع بعض. انا برعي ابن الحاج مسعود اللي انت عارفه كويس، وعارفه اني مش ممكن اكون زي ما انت عايزه. طب يا برعي خلاص، لو مش عايز تاخد الدكتوراه انت حر. انا مش قصدي الدكتوراه، انت فاهم قصدي كويس. انا كده عاجب نفسي، مستوايا كده انا راضي عنه. عاجبك على كده؟ عاجبك مش عاجبك، كل واحد من سكه يا بنت الناس. كده برا ايه اللي عملته ده؟ دي البنت عينيها ما شافتش النوم من يوم ما مسكوك. معلش يا امي معلش، كان لازم الكلام ده يتقال وهي تسمعه علشان نبدا صح وما تعليش تاني. يا برعي عواطف بتحبك وبتعزك قوي. وانا بحبها اكتر ما هي بتحبني 60 مره يا امي، بس دي عواطف انا عارفها. طب يلا حبيبي روح لحقها. يلا يلا قدامي. عواطف عواطف استني عواطف، لسه في حاجه ما قلتهاش؟ لسه في كتير، بس في بيتنا بقى. ليه؟ طب ما تكمل هنا احسن. لا عواطف عاطف انا تعالي معايا البيت. عارفك هتفضلي تعاندي فيا وانا عاند فيكي طول العمر، بس هعمل ايه؟ ما انا اتخبطت في عقلي واللي كان. طب اتكلم كويس لو سمحت. طب يلا بينا على البيت. انت طبخنا ايه النهارده؟ بيض بالبسطرمه، واذا كان عاجبك. تاني؟ بينا على البيت يا عاطف. حلاوه البراءه يا استاذه. طب يا استاذ براءه ايه بس؟ سلموني، احنا مش عارفين هنعمل ايه في الباقي. طيب قولي الحمد لله اللي برعي طلع براءة. الحمد لله، بس بابا طلع بإيه؟ بضيع شرفه والمصنع اللي من غيره ممكن يحصل له أزمة ويروح فيها. أكيد هشام استعان بحد بيفهم في القانون علشان يقدر يعمل اللي هو عمله ده. اللي أنت بتتكلم عنه ده مش بس بيفهم في القانون، لأ ده أكيد قريب من بابا قوي، وعارف طريقته في الشغل وعارف تاريخه كله.
تاريخه؟ ازاي يعني؟ والمصيبه ان الاوصاف دي ما تنطبقش الا على واحد بس. بس ده لا يمكن يكون بابا. انما لو كان هو يبقى لسه في امل. هو مين يا عفت؟ ما تقولي. دلوقتي تقدر تقولي ان كل اللي احنا عايزينه حصل يا ربي. عشان هشام سافر يعني؟ لا. حتى لو فضل هشام برضه. ما كانش في حاجه ممكن تتمسك عليه. وانت هتفضل يا عزيز؟ انا مهمتي كده انتهت يا رياضي. نفذت كل اللي اتفقنا عليه. ماضي رشدي واتعرف، اموال مصطفى الرشيد وهترجع العيال، ورشدي نفسه حابس نفسه في اوضه ما افتكرش انه هيخرج منها ابدا. شفت يا عزيز؟ ما كنتش مصدق ان اليوم ده هيجي. كنتش مصدق لما قلت لك اصبر، هتنتقم لجيهان. جيهان اللي انت حبيتها وجاروش دي وضحك عليها وتجوزها عشان يوصل لثروتي. ما كنتش مصدق برضو لما قلت لك تابع ابن مصطفى الرشيد. بس انا عملت كل اللي قلت عليه، وصبرت معاك لحد ما هشام كبر وهو بيكره رشدي والفضل للبنى، وانا بنفسي اللي دليته على الورق اللي كان رشدي شايله في الخزنه. وصلت له العقد اللي قضى على رشدي. انا عملت اللي عليا وكله في حدود القانون. مش كله يا عزيز. كله يا رياض بيه. مفيش لحظه خالفت فيها القانون. تعرف سيادتك ليه؟ لأن اعتبرت نفسي معاك القاضي اللي بينفذ حكم على رشدي للي عمله مع مصطفى الرشيد ومعاك ومع جيهان الرقيقة اللي اكتشفت حياته وصرحتني وهي بتموت على اللي عمله رشدي معاها عشان تتنازل له عن ثروتها. ويوميها قررت مهما طال بيا الزمن ومهما تكلف الأمر رشدي لازم ياخد جزاءه. وزي ما حبسني في الكرسي ده بقيت عمري، هو بنفسه حبس نفسه وهو مهزوم بعد كل شيء ما انهار وانتهى. ثروته، بناته، حياته نفسها بعمل زي الشجره العجوزه ويجي الخليفه عليها يطير الورق بتاعها ويفضل الجزع الميت مستني قبضة ريح عشان توقعه في الأرض ورا آخر. يبقى آن الأوان إن أنا أخرج من الحبس بتاعي. يبقى آن الأوان إن أنا أقف على رجلي واخدك يا عزيز ونروح نزور قبر جيهان بنتي. اطمن يا عامر، انا لسه ما انتهتش، لسه بدري، لسه وقت الشماته ما جاش. مش هو ده اللي جايبك؟ لما انت حاسس بكده ليه سمحت لي اخش؟ ما منعتنيش ليه انت راخر؟ علشان تعرف ان انا لسه. لسه ايه؟ لسه ايه يا مسكين؟ ده انا دخلت عليك المكان ده حسيت ان برج من دماغي طار، حسيت ان قلبي من جوايا بيتمزع 100 حته. عارف ليه؟ عشان اللي انت فيه دلوقتي انا كنت فيه من 25 سنه، وكنت برضه بعاند زيك كده، بصلب طولي وافرد صدري اقول لا انا واقف صلب انا متين، وقت الشماته لسه ما جاش. وفرحت لما حسيت ان انا بقيت زيك. فرحت انا؟ لا 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 يا رشدي، لا انا ما فرحتش، بالعكس بالعكس انا زعلت وكنت بستغرب قد كده الدم عمره ما يبقى ميه،
قد كده صلة الأخوة بيني وبينك لسه قوية يا رشدي؟ فرحت، عمري ما ابقى فرحان، بالعكس بالعكس انا كنت مغموم عشان رشدي الشديد القوي بيهرب وبيسيب كل حاجة وبيقفل على نفسه زي انا ما غلطت وهربت وقفلت على نفسي. انا ما كانش لازم اهرب، من 25 سنة كان لازم افوق واحسبها كويس اتغير يا رشدي زي ما كل حاجة حواليا بتتغير. انت جاي تقول لي اتغير واكفر عن سيئاتي علشان اللي عملته كان غلط وظلمتك وظلمت الناس، مش هو ده اللي جاي تقوله؟ وفر كلامك يا عامر، انا ما غلطتش ولا اللي عملته كان ضرر لاي حد، انا عملت اللي عليا، اخدت مصنع صغير وخليته مصنع كبير، ازاي وعلى حساب مين؟ دي اسئله انا مش ناوي اجاوب عليها، لكن ما كانش غلط لاني نجحت، والصح انك تنجح. اوعى تفتكرني ندمان وحابس نفسي وباكي على اللي فات. المصنع هيرجع تاني، انا لسه فيا العزم، انا لسه فيا القوه، ولوحدي وبنفسي هرجع كل اللي فات واكتر. دي مش اول مره بقع فيها. ممكن تكون دي مش اول مره تقع فيها، بس يا رشدي ممكن تكون اخر مره لو ما حسيتش الإحساس اللي أنا حسيته من 25 سنة. لا، أنا مش ضعيف زيك، أنا مش محتاج لحد من اللي خانوني، لا أنت ولا بناتي ولا مراتي، أنا مش محتاج لحد فيكم خالص، كفاية عليا نفسي، بيها هعرف أقف على رجليا تاني. إحساس جميل، يا ريتني حسيت بيه من زمان، ما كانش ده جرالي. طيب ما دام احساسك كده ما تخرج، حابس نفسك ورا مكتبك وقاعد في الاوضه دي ليه؟ اخرج للناس، اشتغل وافرض طولك تاني زي ما بتقول، وابدا ما تقعدش هنا، الباب اهو، افتح الباب واخرج. ساكت ليه؟ رد عليا، افتح لك الباب، انا هفتح الباب واخرج، اخرج للناس يا رشدي، ما تعملش اللي انا عملته، الباب اهو. بابا اقفل الباب. بابا ارجوك اسمعني، أنا بنتك. اقفل الباب يا عامر، أنا ماليش حد في الدنيا. مين؟ عايزين سيادتك في المستشفى. مستشفى ايه؟
انا مش عايزه اكلم حد دلوقتي، قولها مش موجوده. الست هنا مش موجوده. حال هروح وارجع لك حال. لا قصدي يعني ما تجيش الا ومعاكي السلسله. يعني هي حبكت دلوقتي؟ قصدي عايزه البسها العلام لما يجيبوه. حاضر. يعني خلاص عائلتي وما فيش ولاد؟ لا 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 اطمني بس روحي انت. حاضر. ما اقدرش ارفض لك طلب. عينيا. افهم. من فضلك انا عايزه الدكتوره. بتمر وجاي ورايا حالا. لا انا عايزاها دلوقتي حالا. حاضر. مدام لبنى السيد عايزه حضرتك. حاضر هروح لها. ها في ايه مدام لبنى؟ من فضلك يا دكتوره اتصلي بوداد خليها تيجي دلوقتي حال قبل ما تيجي دادا. بس من فضلك ارجوكي من غير انفعال، الانفعال مش كويس عشان صحتك. انا مش مهم صحتي دلوقتي، المهم ابني. ارجوكي خلي وداد تيجي حالا. انت غريب جدا يا اخي. ده انت من الاصل بتقولي ما تعملش مع متولي، عايزني اشاركه ازاي يعني؟ اذا كان عليا انا عايز المصنع كله يرجع لمتولي، ولا ان شاء الله يروح كله، المهم انت يا عفت مش قادره بعد اللي حصل ده كله تعرفي الغلط فين وابدا ازاي؟ بص انت قول كل اللي انت عايزه بس تبعد عن راسك حكايه المصنع دي. انا ما عملتش كل اللي عملته وابويا يزعل مني عشان في الاخر اقدم المصنع على طبق فضه هديه المتولي. ده انا ابقى مجنونه ابقى معتوه انا. انت فعلا مجنونه، لو اللي حصل في عيلتكم ده ما عملكيش حاجه، هيحصل لك عتاه اكيد. يا ضي ارحمني من محاضراتك، ما تبقاش سخيف بقى افهم. اديني فرصه افكر واتغير ونتجوز وبعدها يبقى في كلام تاني عن المصنع. انت بتصوره اصدق اللي بتقوليه ده؟ والله بقى انت حر، مش مصدق انت حر. انا كنت متخيله انك متمسك بيه اكتر من كده. متمسك بيكي يا مجنونه، بس ده حاجه وصح حاجه تانيه. يا ضي انا ما بقولش لا، بس شويه شويه، ما حدش بيتغير كده على طول. اديني فرصه وصدقني بعدها هتغير، لكن كده على طول ما ينفعش، والا هبقى بضحك عليك وانا ما بحبش اضحك على حد. مش مصدقني ولا ايه؟ بصراحه انا مش مصدق، بس اعمل ايه يعني؟ هو سؤال واحد، هنتجوز ولا لا؟ هنتجوز يا عفت، وانا عارف انك لا هتتغيري ولا حاجه، بس انا يا انتي. ايوه هو ده الصح، نتجوز وبعد كده كل شيء ممكن وكل حاجه في وقتها، المهم نبقى مع بعض. وبعدين ما تاخدش قلم في نفسك قوي كده يعني، انا مش مدلوعه عليك. الو لبنى عاوزاني؟ عاوزه ايه تاني دي؟ ايوه معلش معلش يا وداد اللي جبتك لحد هنا. لا ابدا مفيش حاجه. خير في ايه؟ في ده ايه ماله؟ خدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قصدك ايه يا لبنى؟ قصدي انت اللي لازم تربيه يا وداد، انت اللي هتعرفيه الصح من الغلط، هتعرفيه ازاي ياخد حقه من غير ما يجور على حق الناس. طب بس اهدي اهدي يا لبنى. انا عارفه ان انت هتحمليني ذنب اللي حصل لرشدي، وانا ما بنكرش دوري فيه، مش هدافع عن نفسي واقول هو اللي بدا. خلينا نسيب اللي راح مكان، المهم اللي جاي ابني، عشان كده لازم يجي صح. محدش هيقدر على كده غيرك انت يا وداد. ازاي بس يا لبنى؟ وانا بايدي ايه اعمله؟ ده ابنك وابن رشدي، وانا ما اقدرش احرمكم منه. احنا اللي حرمنا نفسنا بنفسنا، عشان كده احنا ما نستاهلش نعمل المستقبل.
لكن انت تقدر. احمي يا وداد، احمي، علمي، علمي ازاي اقدر احب. لبنى، لبنى، رد عليا لبنى. دكتور، دكتور، لبنى، دكتور، دكتورة، يا دكتور، في ايه؟ أرجوك الحقيقي، لبنى تعبانة أوي، أرجوك. خليكي أنت عندي، استني. كان يا مكان، كان في نجمة وسط نجوم السماء، كانت بتضوي ولونها أحمر، كان اسمها نجمة قلب العقرب. كانت بعيدة وبتضوي، وكان الناس نفسهم يطلوها، ومن غير ما يدروا كانوا يمدوا ايديهم، ما كانوش بيطلوها، كان كل مرة يحاولوا ويفشلوا، كانت ايديهم القصيرة ما بتطلهاش، مع ان كل اللي حواليهم ايديهم تطولها، لكن النجمة دي كان ضيها مزغل للعيون، كانت بتضوي اكتر من اي نجمة غيرها، لكن أكيد ما كانتش أجمله. جابني الحلم اللي لازم ينتهي. ما كانش حلم، كان حقيقة. أنا ما يهمنيش حلم ولا حقيقة، أنا كل اللي يهمني إنه لازم ينتهي. عبير، 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 عبير.